فداء. راجل وما تقولي شي خايف يا خويا كبراني وما وبرد لك تاب وياي حدا حدا وما تقولي شي خايف يا وصالح راجل ما وبرد لك تاف. الله 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 حب لك حل حتى الاصفر مليحة والاحمر ما عندي ما نقول فيه. انا خلقت من كرش وما نحب ويا هاي حد حد واش راكم تشوفوا معي مهبوله شابة هكا بوبيا ها ولي ما نحبوش انا بسبب كلام كيما هذا راني هك نطايش في الزنق والله انا قال لي بوبيا رحت بالكعبه كل والله انا نصعرف انا يسموني زهره انا اخت الطاوس اللي كانت تحوس على الراجل بس انا ما نحوسش على الراجل نحوس على المراه واش راح بالك البعيد اسمعني يعني مهبوله والمهبول يدير كلش بيناتنا لعبتها مهبوله برك باش نهضر نهضر واش نحب على خاطر المهبول ربي يرفع عنه القلم ايه وما يتحاسبش وكون انا نجي درك نضربك تعاود تضربني واش يقولوا يقي مهبول ضرب مهبول يا هي دوك نطلق هبالي انا نحب اللي يسمعني والمهبول يهضر 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 ما على بالهمش بلي راهو يهضر في الصح وما نحشمش اللي غلط يقول غلط وانهو المشكل علاه انا نغلط وانت تعلمي من الغلطه تاعي انا كنت طالبه جامعيه الله يبارك يا تسخفي 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 انا كنت قدك حتى انا نزل 48 كي كنت طالبه جامعيه نهار جبت الباك جبت مونسيون 18 ايوا بابا او ما تصفقوش كنت تشوفوا لي وراها والله تضربوني بابا البقره اللي نسعوها في الدوار اذبحها وكل الناس فرح بيا ماشي ورفع راسه في السماء سهره جابت الباك صح انا واش نقول لك او كي مركبت في الكار نحيت الخمار او ما نلعبش او والو قالوا لي كافيا قالوا لي لابسه لي كولور نهار جيت من دوارنا لابسه الاخضر والاحمر تحطيها جارده معديه هكا نورمال اقعد يشرب قهوه نورمال اي الله غالب هذا يسميه ضعف شخصيه انا طحت في غرفه نيني ني هيا ويا الله غالب الناس خدات الطريق الصحيح وانا خديت طريق اي مش غير عوجه دودانات اني وين مرميه في الزنق وناكل في الزبل علاه ما خديتش راي الوالدين وما جيتش نتعلم لاخذ حتى الكلام ما نعرفش نهضر حتى هذا اللي عرفته سبب خلايا منصف حتى انتي تعرفي واحد اسمه منصف حشمت منصف وعرين اوليا والله هذا منصف واش نقول لكم او يموت على المصروف نروح نبيع العظيمات في دوارنا ونجيب له بابا بابا يحرث نهار كامل البلاد واللي بوط هذاك هرالو رجليه تعرف عليه باش نروح انا نجيبها من نهار الخميس ونمدها من المنصف او العدله ايه شوف قمه قمه الفياقه
وهي في الصراحة طلع عبارة يعني جياحة. أنا نستعرف أنا غلط نكمل. المهم كنت نفليكسي أنا نصارحك أنا نصارحك كنت نفليكسي بالمية باش نحكي مع صاحبتي جنبت نحكي مع صاحبتي للصباح لا قراية لا كنترول لا والو. المهم أم بيت نخدم ألو عمري توحشتك أوكي نغلب ودني تسخن دورها ميساجاتا سرقي سرقي لبالي ديرها وفرحانة بروحي حتى نلقيت روحي برا وبرا هذه واش وين داتني للخدمة عند النساء خدمت عند النساء بونيشا يا بابا أول واحدة خدمت عندها ديرهاك زهرة شو راكي ديري لتما يلا اطلعي نقي الدروج وما تنسيش الطابيات واه يا لالا واه كي تسقسيها واحدة على حال راجلها وتسولها واش تقولها ايه حنونة اكي عابيرلك لي زافير ولي باكونس لي فواياج يحبني بزاف وما يقدرش يديبلاصي بلا بيا البارح باكون جينا من الطاليان غير الفخ والزوخ وهي طالبة جامعية ب 18 نخدم عند واحدة هي كاملة ما تدير جوج مطار قشوة مهم الحكاية طويلة وكن نقعد هنا ماشي ست دقايق جيبوا ست سوايع الحديد قياس يوصل للراس على خاطر هذه ماشي حكاية قرن ولا قرون هذه حكاية دواب يتناطحوا بلا قرون والناس اللي ما عندهمش ثقافة عولة عمرهم لا يديروا دولة ويها حدا حدا مفيدة يا سرحت قالت لك بلي انا مهبوله دونك مرفوع عن القلم مرفوع عن القلم مرفوع عن الميكرو مفيدة merci beaucoup là on a vu مفيدة dans un autre répertoire qui est très intéressant aussi يعني انت نحطوك في الدراما ونحطوك في الومان شو et c'est bien de montrer moi je pense que c'est bien de montrer darajat hado de montrer les répertoires اللي نقدروا نكونوا فيهم نعطيك 8 مفيدة مفيدة بارك الله فيك الوغ واش يعجبني فيك عندك لا فورس دامبروفيزاسيون الارتجال مليح معناتها واحد المشاهد اللي كان يعطيك كلمة تعرف كيفاش تجاوب سا سي بيان عندك aussi c'est incroyable عندك واحد لو ستيل تاعك ايلي فريمون غار في البلاد باسكو tu fais un petit numéro اللي فيه لا مورال ولو ميساج plein de ميساج bravo et c'est un petit peu le مستوى تاعك بارك الله فيك عالي بيان زيدي خدمي بيان راك مليح نعطيك انا كاين 8 وتشكري بارك الله فيك الشيء اللي قاله هو في حكايه لا بيرفورمانس تاع عندك انجستر دو جو يعني لي ان ايفونتاي كبير دونك اي سي بيان وهنايا سي انكور ان اوتر نيميرو ان نيميرو تراجيكوميك سادير ا لا فوا كوميك مي او ميم طون ان بو تراجيك مي هذاك لو كوتي تراجيك انكور نقبلوه باسكو اي لي دون لا ليجيرتي ماهوش تراجيك دون لو سونس ميلودرام ما حبيت تقول شيخ لي مور نوار بالك ربما المسرحيه يعني اهلا قهوه جي متقف قلتها لك النهار الاول باللي قهوه جي متقف باركونتر هنايا جاب لي ربي برك يمونك ان بو دو ريتم
C'est-à-dire il y avait des, un peu dans le jeu, Patimrat, il y avait des creux. Il manquait un peu de rythme. Et puis ce qui est aussi très 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 bien, c'est que à la fois vous jouez avec le public, mais vous ne faites pas de racolage. C'est pas racoleur. C'est-à-dire il y a une pertinence, il y a une finesse avec le public. 7 sur 10. Merci. هل مفيدة يعطيك الصحة؟ عايشك إن شاء الله تجينا بعقلك الخطرة الجاية مفيدة إن شاء الله إن شاء الله